كل يوم نتدرب، لكن ما أعتقد أن أتعود على هذه الشغلة أبدا. وظيفتي أحسن وظيفة في العالم، أنا أنقذ أرواح الناس وألم شمل العوائل وأعطيهم أمل وقت الشدة. ما عندي وقت للوجع والألم، لأني لازم أكون دائما جاهز ومستعد في أي وقت لأي طارئ مهما كان. حياة شخص ممكن تتوقف على مكالمة التليفون. أصعب المهمات هي اللي تتعلق بالعوائل. بتذكر كان في يوم من الأيام أب وولد مسوين حادث سيارة في منطقة نائية. أخذنا وقت على ما قدرنا نوصل لموقع الحادث. بتذكر الحين نظرة الارتياح اللي كانت على وش الأب لما شافني. شغلتي صعبة، بتتطلب قدر كبير من القوة، ولأني دائما في الجو جسمي بيعاني من وجع وضغط كبير، لكن أنا دائما مستعد للتغلب على الألم وما بخليه يوقف في طريقي، لأني لازم أقدم لفريقي أحسن ما عندي سواء على الأرض أو في الجو.